في قطاع السكن انطلقت اليوم عملية اختيار المواقع لمكتتبي عدل 2/2013 الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من قيمة سكنتهم. العملية التي تعد الخامسة من نوعها شملت أكثر من 53 ألف مكتتب موزعين على 26 ولاية. من جهته أشار وزير السكن الجديد كريم بلجود أن الموقع الإلكتروني سيبقى مفتوحا إلى غاية الانتهاء من اختيار آخر مكتتب. التغطية لآمن الشبوي. قمنا على بركة الله بإعطاء الضوء الأخضر للسيد المدير العام لعدل لمباشرة العملية الخامسة لاختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الذين سددوا الشطر الأول من سكنتهم. العملية مست بالضبط 53,989 مكتتب موزعين على 26 ولاية، من بينها ولاية الجزائر ب 10,800 مكتتب. العملية قلت تنطلق ابتداء من هذه الأمسية، وخلال الأيام القليلة القادمة يمكن لكل مكتتبي باش من منازلهم سحب أوامر الدفع والتقدم باش يخلصوا لا كوت بار.